ونشوف محطات من حياة القيعي. الثعلب مهندس الصفقات رجل الأهل الأمين. المناسبة عيد ميلاده السعيد. ألقاب كثيرة يستحقها المهندس محمد عدلي محمود رياضي القيعي، هو أحد أشهر الأسماء الكبيرة داخل قلعة النادي الأهلي منذ عقود مضت. هو الاسم الكبير الذي ارتبط بالكثير والكثير من النجاحات بتقلده العديد من المناصب والعمل مع العظماء والرموز ليكون واحدا من الشخصيات المهمة في سجلات وتاريخ النادي الأهلي. القيعي عمل مع العظيم الراحل صالح سليم مديرا للنادي لأكثر من 8 سنوات، مع الكابتن عبد صالح الوحش لفترة طويلة كرئيس لجهازي كرة اليد وتنس الطاولة، فضلا عن عمله مع حسن حمد السابق كمدير للتسويق. توهج وأبدع القيعي في إبرام العديد من الصفقات الشهيرة للنادي الأهلي، حول دفة الكثير من النجوم لبوصلة قلعة الجزيرة حتى لقب بمهندس الصفقات. هو أحد أفراد أسرة القيعي بمدينة كفر الزياد بمحافظة الغربية. هو الذي التحق بعد ذلك بكلية الزراعة جامعة القاهرة مع نجمي الفن عادل إمام وصلاح السعدني. رغم تألق المهندس القيعي في مجالات متعددة، إلا أنه لم ينسى من الإعلام، فشارك في تأسيس مجلة النادي الأهلي، بل هو صاحب الفكرة كأول مجلة متخصصة تصدر عن النادي المصري في مصر مارس 1974. القيعي الذي يذوب عشقا في النادي الأهلي، هو صاحب سيرة ذاتية تحتاج لمؤلفات. ربما لا توجد لعبة أو مكان في النادي إلا وكان للقيعي بصمة ودور وحكاية. فهو مدير جهاز تنس الطاولة في الفترة من عام 65 إلى 76، هو عضو مجلس النادي الأهلي في الفترة من 76 إلى 80، هو المشرف العام على النشاط الرياضي للنادي في الفترة من 85 إلى 87، هو مدير جهاز كرة اليد في مهمة بناء فريق جديد في الفترة من 88 إلى 90، هو عضو مجلس إدارة النادي الأهلي في مجلس الإنقاذ عام 91 و 92، هو مدير عام النادي الأهلي والمتحدث الرسمي في الفترة من 93 إلى 98، هو أول من أنشأ إدارة للتسويق والاستثمار الرياضي في مصر عام 2001 بهدف تحويل النادي إلى شركة على غرار الأندية الكبرى في العالم. هو صاحب فكرة إنشاء قناة الأهلي للإنتاج الإعلامي، وهو الآن أحد أهم مقدمي البرامج فيها مع إبراهيم المنيسي في برنامج ملك وكتابة. متعك الله بموفور الصحة والعافية، أطال الله في عمرك، وكل سنة وانت طيب.